باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يخرج المسيح من العلية مع تلاميذه بعد ما يسبحوا ويطلعوا على جبل الزيتون. واضح أن القديس يوحنا حب يتأكد، حب أنه يستمر في الحديث مع المسيح، وهنا السيد المسيح بيكمل مع تلاميذه أيضا حديث عن من هو، ويكلمهم يقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم من أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا هو الكرمة. صورة هذه الكرمة صورة أساسية في الحياة مع المسيح، والكرمة والأغصان، وبالتالي لا يمكن أن نثمر بدون المسيح. وهنا بيكمل المسيح كلامه عن أننا نثبت في، إن أحد ثبت في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. وهنا بيدي صورة استجابة الصلوات من خلال الثبات في المسيح. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، كما أحبني الآب كذلك أنا أحببتكم، اثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. هذه هي وصيتي، يرجع المسيح يكرر تاني، هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. وهي دي العلامة اللي ربنا عايزنا دايما نحطها. وبعدين بيفسرها لنا بقى، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن عملتم ما أوصيتكم به. لا أعود أسميكم عبيدا بعد، لأن العبد لا يعرف ما يعمله سيده، ولكني سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنكم اخترتموني ولكني أنا اخترتكم. هل لنا هذه المحبة في المسيح؟ وبالتالي بيعلمنا الكلام الذي أقوله لكم، ليس عبدا أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، إن كانوا قد حافظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. وبالتالي هنا السيد المسيح بيعلم رسله أيضا أنه هيكون لكم اضطهاد، والسيد المسيح أيضا يوجه تلاميذه أيضا على الروح القدس. ومتى جاء المعزل الذي أنا أرسله إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي منذ الابتداء. ودي إرسالية بيؤكدها المسيح على تلاميذه حتى أنه يعيد الإرسالية بعد قيامته، لكن إرسالية هامة جدا أنه هو يرسلهم ليأتوا بثمر ويدوم ثمرهم، وأنه من خلال الروح القدس أنه الروح يشهد له، وأنه تلاميذه أيضا يشهدون له. السيد المسيح أيضا حب يوجه تلاميذه أنه يكون هناك تعب وحزن ليهم قبل ما يدخل إلى مرحلة الصلب. قال لهم الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في العالم. كذلك أنتم عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم فتفرحون، فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحدا فرحكم منكم. في ذلك اليوم تسألونني، لا تسألونني شيئا، الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا، اطلبوا وتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة لا أكلمكم بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أسأل الآب
من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحد، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون عشان في وقت الراحة، الآن تؤمنون لأنكم محميين، الآن تؤمنون هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هذه هي كلمات ربنا يسوع المسيح الختامية لتلاميذه. تكلم بهذا يسوع ورفع عينه نحو السماء. وهنا الصلاة الكهنوتية الأخيرة اللي بتدينا البعد الروحي لحياتنا الإنسانية في المسيح، يقدسنا، يكملنا، يوحدنا فيه، وبالتالي إدراكنا لهذه الصلوة الأخيرة تجعل لنا حينما ننظر إلى المسيح المصلوب ننظر إليه أنه هو المسيح الإله الذي تجسد من أجلنا. رفع يسوع وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك فيتمجد ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس، الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك. قد إيه العلاقة بين الآب والابن واضحة في هذا الحديث؟ لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. غريب قوي أن كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي. طب إيه دخلنا إحنا هنا وأنا ممجد فيهم؟ عشان ندرك نحن أن كل ما نصنعه إنما نصنعه من أجل مجد الله الإبن الذي مات من أجلنا، نصنعه من أجل تمجيد المسيح الإله الذي تجسد من أجلنا. وبالتالي هنا هذه الصلوة من أجلنا نحن، لكي نتعلم أن هذه الصلوة الكهنوتية الأخيرة هي من أجلنا نحن. ولست أنا بعد في هذا العالم، أما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن واحد. صورة الوحدانية هنا ربنا عايز يدهلنا في هذه الصورة. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم المكتوب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم ك
كما إني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. غريب أن المسيح يحمل إنسانيتنا ويقدس ذاته من أجلنا لكي نكون نحن مقدسين فيه، مقدسين في الحق. وهنا المسيح بيدينا صورة تقديس الذات من أجل الحياة الأبدية. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بكلامهم. وهنا استمرارية التقديس لكل الكنيسة. وهنا يحط لنا بقى الآية الجميلة جدا اللي بيخلينا نفهم علاقتنا مع الآب. ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وبعدين ينظر إلينا ويقول ليكونوا هم مكملين إلى واحد فينا. وهنا أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، أن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. هنا المسيح يضع أمامنا صورة أنا فيهم، أنا فيك. وبالتالي هنا حياتنا لابد أن ندرك أن المسيح حياتنا، كياننا. وبالتالي صورة المسيح الذي فينا، صورة وحدانيتنا فيه، صورة أننا نكون شبهه، أنه فينا ونحن فيه، هي الصورة الحقيقية للحياة الأبدية. إدراكنا للتشبه بالمسيح هو إدراك أبديتنا. إدراكنا لوحدانيتنا في المسيح هو أبديتنا. إدراكنا لهذه الحياة في المسيح هي الحياة الأبدية الدائمة. وبدون هذا الإدراك لا يمكن أبدا أن ندرك لماذا صلب المسيح من أجلنا، لكي يحملنا فيه، أخذ إنسانيتنا، أحبنا، اتحد بنا، صار مثلنا لكي نصير نحن مثله. هذه هي صورة الحياة الأبدية في المسيح. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.